مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان لينطلق شوطنا السابع، يحمل تحديات في الأبكار وتحديات الأبكار الحقائق. مسافتنا هي 3 كيلومترات، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. مباشرة أبدأ مع المركز الأول جدة اللي تتقدم الجميع وتأتي على صدارة الشوط مع هذا الانطلاق المميز. الظبي خليفة بن خميس بن محمد بالصوب يقدم لنا الظبي على المركز الأول. المركز الثاني الحاضرة والمتقدمة أيضا الشاهنية سعود بن عبد الله بن دويس الشامسي قادم على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول بهذه اللحظات من قبل الظبي سالم بن سعيد بن كاسب المسافري يقدم لنا الظبي بهذه اللحظات. المركز الرابع وصول وتقدم أيضا من قبل اللي حضرت بهذه اللحظات هي صوغة سالم بن أحمد بن دري يقدم لنا صوغة بهذه اللحظات مع انطلاق مميز وجميل ومع تحديات رائعة ومميزة. المركز الخامس الحاضر أيضا وعد سعيد بن هاشم بن راشد الخاطر يقدم لنا وعد وتأتي هنا لتقدم لنا هذا الانطلاق المميز. ولكن عودتنا الى المركز الاول اليك يا بالصوب يا مالك الظبي خليفة بن خميس بن محمد بالصوب يقدم لنا الظبي واندفاعة الظبي وانطلاقة الظبي على المركز الاول وعلى صدارة هذا الشوط لتقدم لنا هذا الانطلاق المميز والاداء الرائع والجميل. اذا هذه الظبي يقدمها خليفة بن خميس بن محمد بالصوب على المركز الاول. لكن المركز الثاني القادمة رشالة يقدم لنا رشالة احمد بن سعيد بالمر السبوس يقدم لنا رشالة على المركز الثاني. المركز الثالث أوصلتنا وتقدمت اللي هي أدهمة الغادمة علي بن محمد بن سلطان لعويش يقدم لنا أدهمة بهذه اللحظات. وتحركت أيضا الظن غادمة سلطان بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري. ولكن الظبي مع المركز الأول. ظبي بالفعل ظبي الفلا ورمز للعطاء. من تأتي على المركز الأول شكل مميز وانطلاق مميز من بداية الشوط وهي تقود الشوط قيادة ممتازة وقيادة رائعة منفردة عن الجميع ومباعدة بالمسافة منطلقة على المركز الأول. يقدمها خليفة بن خميس بن محمد بالصوب مع المركز الأول مع هذا الانطلاق المميز والأداء المميز. ولكن القادمة وهايب علي بن راشد بن سيف الشاوي الغفلي يقدم لنا وهايب القادمة على المركز الثاني وبصوب على صدارة الشوط على المركز الأول. راح مع الظبي مع المركز الأول. انفراد مميز بانفراد رائع والجميل مع المركز الأول. من قدم لنا نجد يقدم لنا الظبي. والنقطة الثانية لهذا الشعار الذي يعرف طريق الانجازات بالفعل مع خليفة بن خميس بن محمد بالصوب الاكتبي. تهانينا والناموس على الفوز والانتصار وعلى انتزاع الظبي للمركز الاول وعلى انتزاعها ناموس هذا الشوط بانطلاق مميز وجميل منفردة عن الجميع ومباعد المسافة. تهانينا والناموس على الفوز والانتصار وعلى انتزاع الظبي للمركز الأول. تهانينا والناموس الخليفة بن خميس بن محمد بالصوب. تهانينا والناموس على الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلتنا أيضا السلطان بن مريري والمنصور. المركز الثالث لحمد بن ضبيب الشامسي. التوقيت 4:41. تهانينا والناموس لمالك الضبي ومن قدمها خليفة بن خميس بن محمد بالصوب الاكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.